ياش هدد الكل بأنه ما يقدموا لنا المساعدة. أنا ماني عم أفهم ليش ياش عم يسبب لنا كل هاي المشاكل. معقول؟ أنت قلتي لي أنه ما عندك شي ضده، لكان ليش عم يتصرف هيك؟ هو ماسك عليك شي؟ لا لا، أنا ما بعرف ساهيل ولا شي. رح روح شوف جوري هلأ، لأنه جو التوتر مو كتير منيح للطفل يا ساهيل. أعذرني. إيه؟ على ما يبدو عمتي عم تحاول تخبي عني شي. تفضلي بيملا، انتي منيحة مو هيك؟ انا جبتلك معي شي من البيت. شو بتتوقعي؟ مبين عليك اني منيحة شي؟ نحنا طلعنا من بيتنا فجأة حتى ما قدرنا نجيب معنا شي، وانتي هون عم تسألي كيفني؟ انتي هون لحتى تعرفي كيفنا، ولا انتي اجيتي لهون مشان تحتفلي بتعاستنا بس؟ لا ماما، هي اجرت لهون مشان تقدم لنا كرمة، ما بتضيع اي فرصة لحتى تبين حالة ان منيحة معنا. شو؟ مو هيك؟ شوفوا، انا بعرف انه هذا البيت ما نؤدي المقام، بعد ما عشت وقت طويل ببيت اقرول. اسكتي ولا حرف، نحن ما لنا بحاجة تعاطفك. انتي الوحيدة المسؤولة عن حالتنا هي. ايه انتي بس يا فيديكا ماثور، لو ما انتي قررتي تعيشي ببيتنا كخطيبته لياش، نحن ما كنا نحطينا بهيك وضع زفت. صحيح وجودك هو اللي مرضيانين فيه، هو اللي خلانا نوصل لهالمرحلة هاي. أنا إجيت لهون لأطمن عليكم إذا أنتم مناح مو أكتر. بس مالك، مضطرة أنك تساعدينا. بكفي لهون. ما في داعي تلوموها على كل شيء سيء بصير معنا. هاد دواها لجوري وحصص البيت، وهذا إلك كمان عمتي. هي ما لها مضطرة تعمل كل هذا الشيء، دائما بتحط اللوم عليها. انتو عم تحكوا عن النية عمتي، شو من شانها؟ هي غلطة ياش التافه، فليش عم تتصرفوا معها هيك؟ غوري، شو هذا اللي عم تساوي؟ هذا تقيل عليكي، لا تعملي هيك. ديباك هون لحتى يساعدك. ليش؟ انتي شو عم تحاولي تعملي؟ انتي بدك تخليني صدق اني بشتغل عندكن وتنسيني اني صهر؟ لا تركي يا فيديكا، عائلتي ما بتستاهل طيبتك بنوب. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.